طيب الشبهة الثانية، محمد المنتصر يقول نزل، ده ابن تيمية قال ابن تيمية يقول الله نزل من درجة عليا إلى درجة سفلى، أو لا، ابن تيمية اللي نزل من درجة عليا إلى درجة سفلى وقال ينزل ربنا كنزولي هذا، يعني ابن تيمية كان على المنبر ونزل وقال الله بينزل زي كذا. طيب ينسب الكلام ده لمنو؟ لابن تيمية. المصدر قال موجود في الدرر الكامنة المجلد الأول الصفحة 93. طيب الدرر الكامنة قلنا بتاع منو؟ الدرر الكامنة كتاب منو؟ ابن حجر. قبل ناقل كلام الذهبي بس، لكن هو الكتاب كتاب ابن حجر المجلد الأول الصفحة 93. طيب شوف الكذب كيف. ابن حجر في هذا الجزء يتكلم عن مقالات الناس في ابن تيمية أو أقوال أعداء ابن تيمية فيه. طيب قال منهم من نسبه إلى التجسيم، ومنهم من نسبه إلى الزندقة، ومنهم من ينسبه إلى النفاق، وينسب إلى التجسيم. يعني دي الطوائف، ناس يقولوا مجسم، ناس يقولوا زنديق، ناس يقولوا منافق، وهكذا. دي ناقلة كده ملخصة. طيب قال فذكروا، أنا دايرك تفهم إنه الكلام ده ما كلام ابن حجر. ابن حجر بنقول كلام أعداء ابن تيمية. قال فذكروا أنه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال كنزول هذا، فنسب إلى التجسيم. نسب، ما نسب ابن حجر، والقالوا عنه الكلام ده هم أعداؤه، وابن حجر بينقل في مقالات أعداء ابن تيمية. طيب محمد المنتصر قال ابن حجر بيقول ابن تيمية نزل من المنبر درجتين وقال الله ينزل كنزول هذا، ده كذب ولا ما كذب؟ الكلام ما كلام ابن حجر، إنما ابن حجر بيقول لك قالوا فيه وقالوا فيه وقالوا فيه وقالوا كذب. طيب نجي نشوف أول سؤال يا أخواننا، هل أنا بقبل الطعن في الرجل من كلام أعدائه؟ يعني ليلة لما أنا داير أنسب لذول قول، هل أنا بأخذ من كلام أعدائه ولا بأخذ من مؤلفاته؟ هل الليلة نحن لما نجي نتكلم في شيوخ الصوفية بنقول في واحد من ناسنا أو من أعداء الصوفية قال الصوفية بقولوا، ولا نحن بنجيب الكلام اللي قالوا الصوفية في كتبهم، نجيب كلامهم هم؟ طيب الرد على هذا الكلام في فتاوى ابن تيمية، يلا ركز، فتاوى ابن تيمية المجلد 11 الصفحة 482. الصفحة 482. طيب دي هي الطبعة المحال لها برضو، دي الطبعة اللي بيحال لها، يعني
المجلد 11 مسمى مجلد التصوف، كامل الكتاب عن التصوف. طيب قلنا الصفحة كم؟ 482. طيب ابن تيمية يتكلم عن عقيدة أهل السنة في الصفات والنزول وكذا، قال: فمن قال إن علم الله كعلمي، هنا قبل نسبوا له شنو؟ قال النزول كنزولي، صح؟ طيب قال: فمن قال إن علم الله كعلمي أو قدرته كقدرتي أو كلامه مثل كلامي أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبي أو استواءه أو استواءه على العرش كاستوائي أو نزوله كنزولي، مش ده نص الكلام النسبه له؟ طيب أو إتيانه كإتياني ونحو ذلك، فهذا قد شبه الله ومثله بخلقه، تعالى الله عما يقولون وهو ضال خبيث مبطل بل كافر. طيب معقول ابن تيمية يكون بيقول كلام زي ده؟ إلا يكون مجنون. هنا برد عليه ويمشي بهناك يقوله: فهذه من كتب ابن تيمية ومن كلامه رحمه الله تعالى مما يبطل ما يثار عنه، إنه يقول نزول الله سبحانه وتعالى كنزولي. أيضا الشبهة دي جاب واحد اسمه ابن بطوطة الرحالة، نزول حوام ساي بتاع حوامة كويس، وعنده الغريب عداء لابن تيمية عداء. وسبحان الله بتلاحظ في التاريخ كثير من الطاعنين والناقمين على العلماء بيكون عندهم عداوات شخصية. بذكر لك مثال ثاني بذكروا لي ليه بس. ابن بطوطة الرحالة عنده كتاب اسمه رحلة ابن بطوطة، في الكتاب ده قال: دخلت دمشق فوجدت تقي الدين ابن تيمية على المنبر، فنزل درجات من المنبر وقال: ينزل ربنا كنزولي هذا. الكلام ده ناقله منه ابن بطوطة الرحالة. المحقق بتاع الكتاب اسمه البيطار، الكتاب ذاته ولا تمشي بعيد، بس اللي لميت في الكتاب ده أنا بس النسخة بعيدة من الناس ما جبتها، في نفس الصفحة اللي قال فيها الكلام ده تحت في الحاشية علق عليه إنه ده كذب. قال ابن بطوطة: ما دخل دمشق إلا بعد وفاة ابن تيمية بشهر كامل. تعال يا كذاب قول لي أنت شفته كيف بالتاريخ؟ يعني هو ابن بطوطة براه بيقول أنا دخلت دمشق، أنا ما أذكر الشهر بس أظن هو دخل في شعبان، والله أعلم في شعبان أو في شوال، مش في شوال. وابن تيمية مات في شنو؟ أيوة ابن تيمية سجن في شعبان، وهو دخل في بداية شوال يعني بعد رمضان، ما شعبان بعده رمضان بعده شنو؟ شوال كويس. ابن بطوطة خش في شوال براو كاتب كده قال: دخلت في شوال في شهر شوال كويس. وابن تيمية سجن بتين مين؟ شعبان مسجون. طيب انت قابلته كيف؟ ها؟ وطلع المنبر، او حتى ذكر بعض اهل العلم ان ابن تيمية ما كان بيخطب في المنبر اصلا انما يدرس. على كل حال دي كذبة عجيبة جدا، فدي يا اخواننا طعن لعداوات شخصية بس. ذكرت الموقف الثاني في الدرر الكامنة، سجل ده عندك برضه بقابلك.
لأنه ده بيذكروا الصوفية بيعتبروه وعالم من علماء اللغة وذو المرجع أبو حيان الأندلسي. طيب ابن حجر جاب كلام العداوة بين أبي حيان الأندلسي وابن تيمية في المجلد الأول الصفحة 92 من الدرر الكامنة. ابن حجر قال المجلد الأول الصفحة 92 قال: ثم دار بينهما كلام فجرى ذلك سيبويه فأغلظ ابن تيمية القول في سيبويه فنافره أبو حيان. القصة طويلة لما درى قراءة كلها. أبو حيان كان من المعجبين بابن تيمية الأندلسي. لما زار ابن تيمية الأندلس استقبله أبو حيان ومدحه بقصيدة كاملة ثناء على ابن تيمية. أظن جاب هنا قال: لما أتانا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ما له وزر على محياه من سيم الأولى صحب خير البرية نور دونه القمر. المهم أبيات جميلة في الثناء على ابن تيمية. فدارت بيناتهم مناقشة في مسائل في اللغة العربية، وأبو حيان من المعظمين لسيبويه، وسيبويه بالمناسبة سلفي، وهو تلميذ الخليل، والخليل أيضا سلفي كويس. فابن تيمية ناقش في مسائل في اللغة وخطأوا، فدا قال لي: يا أخي المسائل دي ذكر سيبويه في كتابه اسم الكتاب، سمي كده الكتاب. فابن تيمية قال، ابن حجر هنا جاب عنه قال: وسيبويه ليس بنبي النحو. قال له: وقد أخطأ سيبويه في كتابه هذا نحوا من 80 خطأ لا تعلمها أنت. الزل والله ابن تيمية ده عجيب خلاص. قال له: شوف، أول ما قال له الكلام ده طبعا ما هو متعصب لسيبويه، ده الشغلان المدور هسه، شفت الشكل المدور في الساحة هسه دي، بس يا هذا ده نفس الشيء، كيف تتكلم في سيبويه؟ أبو حيان قبل عليه ابن تيمية ورساه بقصيدة، مش كان بيشكر فيه؟ نبذوا ودارت بيناتهم العداوة. ابن حجر قال: فكان سبب مقاطعته إياه وذكره في تفسير البحر بكل سوء وكذلك في مختصر النهر. قال كان السبب هذا هو سببه، كون ابن تيمية يتكلم في سيبويه وذاك متعصب لسيبويه، قبل عليه ونبذ ابن تيمية ورساه بقصايد هجاو مش رساه، الرسالة بكون المدح للميت. طيب هجاو بقصايد كويس، السبب كان شنو؟ تعصب لسيبويه. وفي مسائل في اللغة العربية سبحان الله العلماء فيما بعد ذكروا انه الاخطاء اللي قال ابن تيمية 80 لقوها كلها في كتاب سيبويه، كل الاخطاء موجودة. فابن تيمية كان بحر، حتى ذكر عنه ابن حجر هنا من لطائف ذكائه، جاء رجل من اهل البدع وعمل فيها ذمي، اهل الذمة دين اليهود والنصارى اللي بيكونوا موجودين في الدولة الإسلامية. فالبيت اظن موجود هنا، اي قال: ايا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأعظم حجتي إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي. جاب لي أبيات فيها إنكار القدر والطعن في العقيدة، وعمل فيها ذمي وكذاب ما ذمي. ابن تيمية تفطن للمسألة بطوالي. ابن حجر قال: فأثنى رجله على الأخرى في المجلس قاعد، قال ورد عليه بقصيدة من 109 بيت، 109 بيت بس في محله طوالي. كان في بداية القصيدة قال: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم لرب العرش باري البرية.
دي من بدايته وامشي قدامه ما اعرف اخره بكون كيف. فهذا من ذكاء ابن تيمية ومن فطنته رحمه الله تعالى. طيب نرجع لشبهات الصوفي. طيب الرد عليه أيضا قال ابن تيمية يصف علي أنه قاتل للرياسة لا للديانة. يصف علي أنه قاتل للرياسة لا للديانة. ده ما ابن تيمية ده أنت ما عارفه. طيب الكلام ده جايبه أيضا من الدرر الكامنة مجلد الأول الصفحة 93 الصفحة 93 طيب المجلد الأول الصفحة 93 الدرر الكامنة لابن حجر. وأيضا هذا الكلام من ضمن كلام أعداء ابن تيمية. لاحظ ده ما كلام ابن حجر، ده كالضاب يقول لك ابن حجر قال، لا ما ابن حجر قال. ومنهم من ينسبه إلى النفاق، منهم ده من أعداء ابن تيمية، من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم ولقوله أنه كان مخذولا حيثما توجه وأنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها وإنما قاتل للرياسة لا للديانة ولقوله أنه كان يحب الرياسة وأن عثمان كان يحب المال ولقوله أبو بكر أسلم شيخا لا يدري أو يدري ما يقول وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه. وجملة من الكذب على ابن تيمية. وداء من الناس من كلام الناس يأتون يا أخواننا اللي نسبوه إلى شنو؟ إلى النفاق. طيب الرد على الكلام ده من كلام ابن تيمية. من كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية المجلد 4 الصفحة الرد على الكلام اللسي ده. طيب الصفحة 973 منهاج السنة النبوية الجزء الرابع الصفحة 973 الجزء الرابع مكتبة نزار رمضان مصطفى الباز. الطبعة بتاعتي دي غريبة أنا ما عارف فبقية الطبعات حتلقوه ولا لا، أنا دي ما لاقتني عندي زول، أنا ما شفتها عندي زول. المهم غادي أنتوا أكتبوا الإحالة دي. انتم موبايلاتكم دي كلها فيها زانات، اي واحد بيأذن برا قوم يا يوسف أذن. باقي دقيقتين. طيب نقرا كلام ابن تيمية. اول حاجه الكلام اللي جابه ذاك ده كلام اعداء ابن تيمية، نحن ما نقبله، انما نقبل ما جاء في عقيده ابن تيمية. قال ابن تيمية وعلي رضي الله عنه لم يقاتل أحدا على إمامة من قاتله ولا قاتله أحد على إمامته نفسه ولا ادعى أحد قط في زمن خلافته أنه أحق بالإمامة منه، لا عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا معاوية ولا أصحابه ولا الخوارج.
بل كل الأمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل عثمان، وأنه لم يبق في الصحابة من يماثله في زمن خلافته، وكلاما طويلا. وفي حول هذه الصفحات كلام ابن تيمية واضح جدا، قال أيضا في صفحة القبالة 72-900: وأيضا فالقتال الذي كان في زمن علي لم يكن على الإمامة، انتبهتم؟ لم يكن على الإمامة، فإن أهل الجمل وصفين، أهل الجمل ديل الخوارج وصفين، لا أهل الجمل كانت السيدة عائشة ومن معها وطلحة والزبير، وصفين كانت مع معاوية ومن معه رضي الله عنهم جميعا، والنهروان كانت مع الخوارج. قال فإن أهل الجمل وصفين والنهروان لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي، ولا كان معاوية يقول أنا الإمام دون علي، ولا قال ذلك طلحة ولا الزبير. يعني أصلا ما في أحد نازع علي رضي الله عنه في إمامته لكي يقاتله على ذلك. أذن. طيب الحمد لله. الشبهة التي بعدها الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة. طيب يقول ابن تيمية يقول باليد، يعني في الصفات إثبات الصفات، ابن تيمية يقول باليد والساق، ويصف استوى بذاته، ويصف ربنا بالجوارح. ده كلامه كده. أولا يا أخواننا، إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه ومن عقيدة المسلمين جميعا، ومما اتفق عليه علماء المسلمين. فصفة اليد ثابتة لله سبحانه وتعالى، لما قالت اليهود يد الله مغلولة، ربنا قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طيب يا أخواننا، نحن نثبت الصفة كما جاءت في القرآن والسنة كما جاءت، لكن هل نشبه بيد معينة؟ ما نشبه، يعني ما نقول يد الله كيد فلان أو صفة كذا، الكيف لا نعلم. عشان كده روي عن الإمام مالك وصح عنه هذه الرواية، صحت عنه بطرق، أنه يقول الاستواء غير مجهول. والقاعدة دي ابن تيمية يقول في كل الصفات، يعني لو قالوا صفة اليد نقول صفة اليد غير مجهولة، والكيف غير معقول، ما نعقل الكيف، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها مش عن إنه صفة اليد ثابتة ولا ما ثابتة، لا، السؤال عن الكيفية، السؤال عنها بدعة. هذه الأربع جمل تستخدم مع جميع الصفات. الإمام مالك أصلا قال في الاستواء، الاستواء غير مجهول معناه معلوم، والكيف يعني كيفية الاستواء غير معلوم، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، وهكذا يا إخوان عندنا في جميع الصفات. فنحن نثبت، وجميع علماء المسلمين الذين يؤخذ عنهم الدين
تراجع مثلا عقيدة الإمام مالك ينقل ابن تيمية في كتاب تلبيس الجهمية ناقل عقيدة الإمام مالك، وينقلها عن جمع من علماء المالكية كابن عبد البر المالكي والشاطبي وعن أبي عمر الطلمنكي، ده من كبار المالكية، ينقل عنه ابن تيمية وينقل عنه ابن القيم في كتاب اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية. إذن دي عقيدة مستقرة بإجماع. البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ناقل عن الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول بأن الله استوى على عرشه بائن من خلقه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. مقولة الأوزاعي بالذات مقولة مهمة جدا. ليه؟ لأنه أول حاجة ينقل اتفاق التابعين، دي واحدة. اثنين، المقولة دي ناقلة البيهقي، والبيهقي ده من العلماء اللي بيستندوا عليهم الصوفية، يقول لك البيهقي قال البيهقي قال، بس تجيب لك كلام البيهقي ده ناقل عن الأوزاعي وهو من أئمة التابعين أو ممن أخذ العلم عن التابعين. طيب، عشان كده صفة اليد وصفة الساق، صفة الساق، وتثبت صفة الساق بالحديث، حديث أبي سعيد الخدري، لأن بعض الناس يظن أن صفة الساق تثبت فقط بالآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. جمهور أهل العلم في تفسير الآية دي على إنه الساق هنا معناه الشدة، منقول عن ابن عباس، شام لو مشيت استدلت بيدي هيجي واحد من الجماعة دي يقول لك لا، ابن عباس قال الساق الشدة. طيب، بالحديث، حديث أبي سعيد في الصحيحين: فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويعود المنافق ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. منافق ما يقدر يسجد، إنما يسجد المؤمن لله تبارك وتعالى. طيب، قال: ويصف استواءه بذاته، يعني الاستواء بالذات، ويقول إنه هذه العبارة ما وردت. طيب، في فتاوى ابن تيمية، ونكتفي نحن بنشوف هذه فتاوى ابن تيمية المجلد 3 الصفحة 222، مجلد الثالث 222. طيب، ابن تيمية يا اخواننا هنا في النقل ده مهم جدا بالذات، النقولات كثيرة، يعني مئات الكلمات لابن تيمية في الباب ده، لكن اخترت لك النقل ده بالذات لأنه بينقل عن كافة علماء المسلمين. قال: وقال السجزي في الإبانة: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش. ما هو ده قال ابن تيمية، الكلمة بذاته دي جاب ابن تيمية. هنا ابن تيمية ناقل عن كم من علماء المسلمين؟ عن جمع من أئمة الدنيا. قال: وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء، فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء. هؤلاء جمع من علماء المسلمين.
طيب إذن الشبهة بتاعتهم لما نقول لك بذاته دي أنت جبتها من وين؟ لما تقول له ربنا استوى على العرش ولك نعم اتفقنا بذاته دي جبتها من وين؟ ولا بذاته دي مما اتفق عليه العلماء. طيب نحن هنا نقلنا عن مجموعة اتفقوا عليه دي وين؟ طيب نجيب لك برضو ده كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية المجلد الأول الصفحة 186 186 يقول قال أبو عمر الطلمكي ده قلنا من أئمة شنو مالكية طبعا هنا بقول لك مالكية صحيح وعندهم علاقة بالإمام مالك بس مالكية في الحاجة اللي تنفع معهم ولما نجي في القضاء هناك والمحاكم والطلاق يقول لك نحن أحناف لأن المذهب الحنفي فيه توسع شوية في مسائل القضاء يقول لك أحناف يجي في تحية المسجد يخش يصلي تحية المسجد في بعد وقت النهي كويس هنا بيقى شافعي وبمزاجه بس الواحد اللي بتمشي معاه ديك خاصة لما تتزرى شفت في مسألة الطلاق دي بالذات تتزرى وما لاقي طريقة رجع المرأة يقول لك شوف لي مذهب أي مذهب رجع لي بس التقبيل طلقت أبيات مذهب يا إخوان نظر الشربك في الأول وثاني قد يكون فيها بمذهب طيب قال أبو عمر الطلمنكي قال وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه ده بالإجماع وأنه وأن الله فوق السماوات بذاته مستويا على عرشه كيف شاء التفاصيل بتاعت العقيدة إن شاء الله بتكون في درس الشيخ آدم لكن إحنا هنا بس بخصنا ما يتعلق باتهام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية المجلد الأول ده بتاع ابن تيمية بتاع ابن تيمية والكتاب ده من الكتب القيمة جدا والكتب النادرة لو لقيته أنا كان عندي 9 مجلدات كلهم روح الله واحد من الناس النايدين مرضانين والواحد لو كان كويس كان البطن ما فيها مغصة لكن ذول مرضان روح لي باقي 8 مجلدات ممغوص على السلاة كم سنة والله لأنه كتاب نادر ما في وقت تلقى بالساحل الله يعوضنا طيب هنا سؤالين مهمات السؤال الأول قال ذكرتم جزاكم الله خير أن كلام الذهبي قد سرق وحرف هل هناك مصدر لهذا الكلام المصدر مقدمة المجلد اللي هو شنو المحقق ده اللي قلنا مكتوب عليه المفقود المجلد المفقود اللي هو من طبعة دار الفكر بيروت بتلقى في المقدمة جايبين مخطوطات ووثائق وحتى ذكر في المقدمة إنه في أيدي طالت هذه الأوراق اللي فيها ترجمة ابن تيمية واختفت الأوراق فإذا بتلقاه في مطبعة دار الفكر بيروت في المجلد الأخير من السير بتلقى ترجمة ابن تيمية لكن الكلام ده مذكور في مقدمة الطبعة في المجلد الأول في مقدمة الطبعة حتى جايب وثائق ومخطوطات طيب السؤال الثاني ذكرتم أن عقيدة أهل السنة عدم إثبات أو نفي المكان لله هل يجوز أن يثبت أو أن نثبت المكان استنادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله أو استنادا على أن العرش فوق السماوات السبع وفوق سقف الجنة عموما أهل السنة عندهم الألفاظ الما واردة في الكتاب والسنة لا يثبتونها مطلقا
ولا ينفونها مطلقا. إنما من يثبتها نسأل سؤال، مثلا إنسان أثبت الجهة لله، نقول له ماذا تعني بالجهة؟ إذا كان يعني معنى صحيحا أن الجهة هي العلو، والله سبحانه وتعالى فوق العرش، استوى على العرش، فنقول إثبات الجهة بهذا الاعتبار صحيح، صحيح، لأن الجهة هنا مقصود بها شنو؟ العلو. طيب لو كان يقصد بالجهة جهة تحيط بالمولى سبحانه وتعالى، أو أنه يحتاج إليها، كمن يقول يحتاج إلى السماء، أو من يقول لو طويت السماء أو لما تطوى السماء أين يذهب المولى؟ هذا الكلام ده مبني على الشيخ والله، مبني على إنه هو أثبت استواء المولى على العرش كاستواء المخلوق، صح؟ لأنه المخلوق الآن لما رب زي ما ربنا قال واستوت على الجودي، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، استوائنا وإنت على الفلك إحنا محتاجين ليه، صح؟ يعني الفلك دي لو غرقت نحن بنغرق، واستواءك أنت على الدار البيت، البيت ده لو وقع أنت بتقع. فلما الزول يخد في باله أنه استواء الله عز وجل كاستواء المخلوق، يقول لك طيب السماء لما تطوى يوم نطوي السماء كطي السجل، بيقولهم وكلمة قبيحة ذاتها، يقول لك طيب ربنا يمشي وين؟ الكلام ده بناه على شنو؟ لأنه تخيل أن استواء الله زي شنو؟ زي استواء المخلوق، ولذلك ظن إنه حتحصل مشكلة لما تطوى السماء، فنقول على رسلك استواء المولى سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، ما يشبه استواء المخلوق أبدا، لا يحتاج إلى السماء ولا تحيط به السماء، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماء، كما قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. عشان كده يا إخواننا شوفوا انتبهوا للنقطة دي، كثير ممن ينكر الصفات تلقى الإشكال فيه أنه يشبه في ذهنه، لما لقى التشبيه قبيح يقول لك إذن الصفة دي ما في. ولذلك المشكلة في الأول شنو؟ المشكلة التشبيه، لما لقى التشبيه قبيح بعد ذاك صار يعطل أو ينكر صفات المولى سبحانه وتعالى. صلى جاك مش؟ طيب إن شاء الله ننبه أخيرا، لأنه في نهاية أيام هذه الأوراق العلمية يكون في اختبار فيها عشان الناس ما تنسى المعلومات إن شاء الله تعالى.